لا تقربها. هذا طول عمره مره من المرات جدي عواد الله يرحمه. الله يرحمه. فهمت الله. كان راقد وجاه منبه وراقد. جاوش؟ منبه. يا عواد يا عواد انت صاحي ولا راقد؟ قال له والله صاحي. قال ها اشرح للديرة الفلانية ويرزقك الله. ها؟ اشرح للديرة الفلانية ويرزقك الله. اي يوم صاح الصبح يا ولد وللديرة الفلانية اللي يقولها يا ولد سنة ما فيها شيء. حطب. قال يا ولد بروح الديرة الفلانية اللي انا عارفها فيها العين زين والعين طيب. وراح. ويوم رقد من يوم الثاني وجاه يا عواد انت صاحي ولا راقد؟ قال له بالله صاحي. اشرح الدين الفلانية ويرزقك الله. نفسها صح يا ولد. بس 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 حلاله حلال ابوه. خلينا نروح اديها الدين اللي ما فيها شيء. ابى اروح ديرتي لنا خبره. جاء ثالث مره قال يا عواد انت صاحي ولا راقد؟ قال له صاحي. قال لا تقول اني ما جيتك. اشرح الدين الفلانية ويرزقك الله. لا اله الا الله. اي والله يا ريت ما لحق ما لحق. وهي صح اصحى الصبح وهي حطه براسه قال والله ما جنب عنها. ويجي لنا قبل عليها تفرق انا الغنم واللي فيه قطعه ميلت وارتكت. حذف من بالحصى اديهن اليهن على على شيء ياكلن. المهم هي نصاح يا مصاحب يا اخي عجينه طول العمر ناخذها الفار ومظهر منها بلي. قامت الغنم تاكل منها. أمي يطر داغنا مو يقوم يحفر يضرب خيشه الاول الثاني الثالث ولا فيها جريهات وفرنسي. لا اله الا الله. والمجيدي. لا اله الا الله. الاولات اي ولا المجيدي ما يعرفه. قلبه ينظر فيه هو يدس الباقي هو يطلع بقى المجيدي ذا ويجي عند ابوه يقلب. قال ابو هذا من جبته؟ قال رزق رزقنا الله به. قال هذا الرجل اللي يضحكون عليك هذا يسوى 3 ريال. انت ويا خيش يا ولد كامل وقتها 3 ريال وش يا ولد تسوي دنيا. انا من ادسها وهو الله يرحمه فيه امام بالله قوي 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 قوي. انا من ادسها علم جدتي لقيت كذا كذا. قالت قال بدور اهلها نشهد 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 ما لقى. ايام بسيطه انا منه خلاها نساها وخلاها ويجي ما كسنا قحط فقر ما عاد يقول لي ياكلون. جدي جدتي تذكر جدي قالت خابر الدراهم اللي دسيت. هو يغير لها ويطلع له. عاد جدتي قامت تنظر فيه هو مستحيل يطلعها غير من فقر جاء. راح واخذ له مرتين كبريدين فالعمامه وربط الخيشه وردها مكان ردها مكان. جدتي شافت ورجع يوم نزلها في البيت هو يعود ويحافر ويطلعها ويدسها مكان ثاني ويحافر. وهي رجل يجلس يقول لدي تبغى ناتها لين مات. لا إله إلا الله. الحفلتين ذي لا إله إلا الله. رحنا دورنا فيها فتشنا بصايدة أموره ما لقيناها اليوم كذا. إلى يومك ذا؟ اليوم كذا لازم جوج الله أديره وين يا رجل؟ والله كاتب إليه إنه موصف قبره موصف دنياه وموصف أموره. إلا إلا الفلوس دي ما وصل. وننشد ابوي نقول ابوي وينها؟ بنروح ندور لنا جهاز حق لها ندور شيء نطلعها. يقول لو طلعها الحين كم بيارت فيها؟ ما هو مات خلاها تروح معه. ما ينبشها ادورها. والله يا والد سبحان الله الرزق اذا ساقك الله لك. اي بالله. وهو راقد. جاه منبه. ما حد يمنع. اي والله ما حد يمنع سبحان الله بس يا اخي في هذا درس بالقناعه الرجال قنوع. اي ما اخذها وفلتها و لا لا رجال قنوع اخذ منها اللي يسد حاجة القناعه 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 لو يا سلام. منبه ذا ترى يرزق الله ناس يسعد الله انه يجي. اي والله يالله برزق ما احد فيه منه. ينسي المحتاج ينسي المحتاج وش كان محتاج. والله محتاج اللي يسد عنا يذكر دعاوينا يذكر فعائلنا بدعوه وهو حاج. يا زين يا زين قصيد يا زين يا زين قصيد. اي فهد الصعيري شاعر الصعيري فهد فهد الصعيري الصعيري ولا الصعيري؟ الصعيري الصعيري شفته قدام الصعيري الصعيري مطيري طيري شفته هم طيري الله كويتي هو ولا سعودي؟ اي كويتي شفته يوم جاء قدام السلام عليكم الله
هم اللي تجي لهم والله ازرق يا لا 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 كاتبها لكن ما حافظها كيف حالك شاعر شاعر انت يا اخوان اقدر ياسر التويجي ياسر ياسر يقول له بيت الربع ياسر من اعظم الابيات اللي يقول كل طعنه تجي من كف اخوك الصديق كل طعنه تجي من كف اخوك الصديق تعتبر بي موضع من جسدك الظهر انا اشهد لانك وش سوى لانك ما انت متوقع منه عارف فلا حتى لو طعنك من قدام بس دعك في صدرك ياسر التويجري يا له بيتهم يقول ترى ما هو مجال ذبات يا معسل جالسين نتكلم عن ياسر التويجري نتكلم عن ياسر التويجري لا تستهبل فوق مخي الله يرضى عليك الذي لا اله الا هو مخرج ميت من لا بيته اللي يقول ان كان عذرك بالخطط بنيه لا تصير طيب حاول تصير رجع اي يقول ان كان قصدك فالخطا يوسف ان كان عذرك لا صد لانك رجال تعرف ان اتكلم عن ياسر التويتري تقول ياسر قحطاني مسوي ذبات كرويه مخرج الميت من الحي مخرج الحي من الميت اني ما ادري من تتكلم عن من ياسر قحطاني المشاعر وانه كاتب اغاني عبد المجيد عبدالله لا تحلف الا لا تشغل مايك خصم وحالته مبروكه في الرزق في واحد اعرفه كان يعني ناقش ابو يوسف يقلب طالع ليش يا شباب موظف رجال وراتبه ترى ما يستاهل يسد الحاجة انت تقول ياسر قحطاني سجل الجول شنو هو احنا ياسر قحطاني شاعر على الفاضي اي شاعر ساهم قصدك ياسر ما حد يدري المهم في احد اخوياي كان طبعا رجال متزوج وكان شغال وراتب اهلك عليه قام قال اقول لك بطقطق في التجارة ايه وقال بطقطق الهادي 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 ما ربي يوفقه المهم وتمر الايام ويجي مشكله في دوامه يفصلونه من دوامه رجال بوعياء شو هذه من باب اذا سبحان الله اذا ربي يبغى يسوق لك رزق ما راح قال لعياله ولا شيء مرته وعواله ما قال ما علم يسرح في الصباح يروح يكد على وجهه قفا على وجهه اي كد على توصيل على اي شيء قدامه يسوي يقول بس والله والله اني ابغى اوفر الله الحفاظ يسد حاجه العوان يقول هذا بوفرها بس عشان ما حد يشك اني انا مفصول المهم ودور الايام مدري ايش ويقوم يجمع له كم قرش كم قرش كم قرش ويدخل في مشروع بسيط ومشروع في مشروع ومشروع في مشروع في مشروع لعله نجح شوي هو مع شريك إيه. ودائما يقول لي اذا شريكك نفسه في المشروع اعطى صح المشروع بدا ينتشر يقول الحمد لله اوضاعي تحسنت اموري طيبه يقول خوي خاطره فيه جاني يقول بشتري اسهمك منك وباخذ لي كامل يقول قلت اللي تبغى سوي دام خاطرك فيه خذ اشتر مني الاسهم والباقي خذ المهم لعل اشترى منه الاسهم وادخل مشروع ثاني وانجح وكلموه ناس يبغون ايش اسمه فرنشايز وكال في ديره ثانيه اعطهم امتياز ونش امتياز تجاري فرنشايز اللي هو ياخذ اعطاهم ويعطي ناس ما شاء الله عليه الحين من أتجر التجار في منطقة ما شاء الله تبارك الله الرحمن يقول والله إني من كنت أكد إلى الحمد لله ربي رزقي ورزق ساق الله يقول أنا ما اجتهدت ساق لي الله بعد ما كنت على لا إله شوف صفة الرفيق يوم رفيق بغى لأنه بيجي فيها مشاكل كخلع يقول حسيت بيجي فيها مشاكل وبخوة وبتفرق ودخل النية إي والله النية والقلب الشراكة زينة نوب ولا نوب لا بالله نوب ولا نوب لا الشراكات بعضهم على بعض والله انها زين الشراكة معك في معك في وش الشراكة اذا كنت محتد والرجال محتد بمشروعكم كويس تبقى بعضهم على بعض الياء شفت المشروع تبر وان تقدر تطلع وتخارج مثل الرجال تقدر يتخارج واموره طيبة وسد التزاماته ويقدر حتى من مشروعه اللي طلع انه يسد اموره باقية انا اقول انه يقتني عن الشراكه وخلاص اي انا اتكلم انا اعرف لك ناس شركاء
إلى يومك هذا يطول عمر رجل تجار. رغم ذلك كلهم الاثنين يبون يطلعون من بعض، يبون يوصلون الشراكة من بينهم، لكن ما يقدرون. بس ما هم بالسوق. إيه ما يقدروا. والتجار بشكل عام يعني شد لي وقطع لك. أما أنك تبي تستفيد ولا ما استفيد مستحيل. ما تلاحظ بعض المحلات إذا فتح حلاق يفتحون حلاق جنبه كذا واجد. تقول لك شيء؟ أما يعني عشان. قولك شيء يا أحمد. أنا أرفعك وأنت ترفعني. إذا عندك زحمة يجوني. إذا عندك زحمة إذا عندي زحمة يجونك. نرفع بقى. أسلم. في طرهم التجارة ولا عادي وما هذه. طبعا أنا عندي إيمان ثاني. ما أبغى وظائف. وظيفة مجرد أمان. صح. وتخدير. تقوم الساعة 7 تبصم. الساعة 2 تبصم تطلع. آخر الشهر راتبك هو. في مقولة على ذي ولد طوالك. حرمان أمان من الفقر حرمان من الغنى. فعلا. فتجي أنت الدوام تكد 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 وجاء سير يرقد إنها راتبك ونسبع. هذه وممكن نعلى ابو خليل اعتذر على طريق الرزق ومن الرزق انا وصاني ابوي وصاح باقي سالفه لان شيء نجربه قال ابوك لو يجيك اخوك من امك ابوك لا تكفر وين الكفاله وصلت مني لا تكفر حد ان ابوي قد حصلت امك سبحان الله اللي ما يسمع كلام شيبانه حتى لو ان شايبه وصاتها غابت ولا شيء الله يقوله ما تسمع كلام ابوك من البر والواجب انك تسمع كلام ابوك حتى لو انها حتى يعني على شيء خطا ما هو قوي. جاني واحد يقرب لي عليه امور امورها مصلحه وعليه قبض وايقاف خدمات يبغاني اكفله في دراع 8000 ما ادري كيف طريقتها تبعد عندي 8000 تحسب عليها ب 20 او ما ادري ويش واجي وين اكفله الرجال واثقن فيه. وجي اول شهر طبعا الرجال ذا اللي معطيه الدراهم من طرفي عارفه عن طريق السناب وقلت سويت له اعلان هو ياخذ الرجال المبلغ ويروح اول شهر ثاني يعني شهر قصده شهريا 500 انا حزتها ماني مطبق واموري مصلحه راح الشهر يمكن راح 3 شهور او 4 شهور الا 4 شهور ما دفع الرجال والرجال ذاك مستحي مني ويرفع السماعه علي يا ابو مفرح رجال كيت وكيت وكيت لا يرى يجي الأمور مصلحة وجيت هم ما يعلم بها الله ما قدرت كيف أدبرها وهو سبحان الله يجيني رزق من السناب دراهم من السناب وأنا قصده إلين خلصت الرجال والله إني أنا اللي قصد والله إني أنا اللي أدفعه شهريا إلين جاء يمكن آخر 3 شهور أو 4 شهور وهي حلف الرجال إني ما أدفعه الرجال اللي ما الرجال اللي من إيش اسمه معطينا ما هو اللي مدين لا ما هو اللي مدين مسحنن كلهم عرفهم الاثنين بس ذا اللي ماخذ من الدراهم هو اللي يقرب لي هو اللي يلزمني ومسحنا سحنا من امور خاصه يعني ما دفع ولا مش سحنا يعني مسحنا يعني رجع عليه ظروف ولا عاد قدر يدفع ايوه انت تتكلم فالكفاله هي الربع ترى اقسم بالله الله انها تورط الريجي اي سحب على الطاري هذا على طاري الشراكه انت باقي معك مسافه لا يا مرحبا والله ابو علف الله يحييك السلام عليكم أنا يا طال عمر قال في رجال على طال يعني بده يحتضر في حد وفاته إنهم جمعوا عند عواله قال لهم كم قال عوالي أنا نذيركم من شوك عايب ونين شوك قال يا ولد عواله قال معقولة أبوي بيحتضر وفاته حد إنه من الشوك